دائرنا مو الآن، وإنما من فترة طويلة، وإحنا نبحث عن السبل اللي ننصر بها من ظلم، سواء من القيادات السابقة أو الشخصيات الحالية، وهناك أعداد كثر من هذا الجانب. أنا بذل الجهد وما أريد أذكر أسماءهم حتى لا أعرضهم لمشاكل معينة. أنا استقبلت عائلة السيد سلطان هاشم وتحدثت معه، وتحدثت مع أخوه وابنه وعشيرته، وفعلا إن شاء الله بذلنا جهد راح يتكلل بالنجاح إن شاء الله بشأن عملية إطلاق السراحة. أنا ما أريد أجعل القضايا الإنسانية لمتاجرة انتخابية، وأأسف أن هناك من يريد أن يحرجني أو يحرج هذا المسعى اللي بلا خطوات إيجابية في سبيل أن يروج على خلاف ذلك، وبالتالي لم أستقبله، وإنما استقبلت عائلته أملاً إن شاء الله في أن أمضي بالإجراءات اللازمة للحصول على العفو الخاص، وإن شاء الله راح يتكلل بالنجاح.